البداية من الوطن، مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية. يعني ده تطورات سريعة ومتلاحقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحرك من مصر أعلن عنه وزير الخارجية امبارح عن اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم الدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. ده طبعا بيأتي بعد لو يعني يوم الجمعة اللي فاتت كده نقف عند برضو تصويت غالبية الدول لتأييد طلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وده اللي أثار غضب مندوب إسرائيل حتى أنه مزق ميثاق المنظمة. قولي لي التطورات المتلاحقة دي بتشوفي أن هي هتوصل بينا لفين، وموقف مصر والتحرك الدولي برفعها دعوة أو انضمامها أيضا لدعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟ طيب طبعا ما حدث بالأمس وهو اعتزام يعني مساندة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ده تحرك دبلوماسي جديد بيضاف لموقف مصر اتجاه القضية الفلسطينية، واجب وطني بتقوم به مصر اتجاه اخواتنا طبعا الأشقاء في فلسطين، وتأكيد على بذل مصر كل يعني مصر هتبذل كل جهدها من أجل وقف شلالات الدم. احنا قدام موقف غير انساني مسبوق، قدام يعني بات مخطط اسرائيل واضحا في الاباده الجماعيه لفلسطين وتدمير قطاع غزه وجعله قطاع غير قابل للحياه بشكل كامل. هنتكلم عن 5 ايام معبر رفح من الجانب الاسرائيلي مغلق، عدم دخول المساعدات الانسانيه، قد ايه ده بيدمر هذا القطاع وبيؤكد على ان احنا قدام كارثه فعلا انسانيه غير مسبوقه زي ما اشار طبعا وزير الخارجيه وبيان وزاره الخارجيه بالامس. التحرك المصري تحرك مهم جدا، تحرك دبلوماسي جديد، طبعا في تأييد كبير جدا من الشعب، طبعا ده يعني من الموقف الشعبي بيساند القيادة السياسية في هذا الأمر، إضافة لي طبعا المؤسسات الدولة على رأسها كمان مشيخة الأزهر بالأمس يعني قالت بيان عظيم عن مساندتها للقيادة السياسية في هذا الأمر. نتكلم عن 219 يوم حتى الآن مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بنتكلم عن أكثر من 35 ألف شهيد و78 ألف مصاب، ده غير بنية تحتية خلاص اتدمرت بالكامل. فإحنا قدام يعني محاولة لوقف شلال الدم اللي بينزف بشكل يومي. خليني أقول لحضرتك أنه كمان يومين يوم 15 مايو هتكون ذكرى نكبة فلسطين 76، إحياء ذكرى 76. وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أصدر بيان وقال أنه حتى النكبة وحتى الآن 134 ألف شهيد فلسطيني وعربي منذ بدء النكبة حتى الآن. بنتكلم فاحنا بنحتفل يعني بنحيي ذكرى النكبة في 76 والقطاع بيتدمر بالكامل، قطاع غزة يعني يباد إبادة جماعية. للأسف الوضع يعني غير مسبوق، ومصر بتقوم بكافة التحركات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، والدليل على ذلك ما حدث أمام معبر رفح والتواجد الدائم ليه المصريين وطبعا التحالف الوطني للعمل الاهلي وحياه كريمه وكل المؤسسات من اجل ادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه. النزوح الاعتداءات اللي بتقوم بها اسرائيل وسياسه الحصار والتجويع ونزوح الفلسطينيين من مساكنهم وارضيهم امر مرفوض يعني اطلاقا. كمان زي ما اشرت حضرتك الى الدول اللي بدات تفكر في الاعتراف الحقيقي بدوله فلسطين، وهنشوف كمان يوم 21 مايو المقبل هيكون في يعني موقف اتجاه الدول اللي اكدت في جمعيه الامم المتحده ان هيكون في اعتراف كامل بدوله فلسطين، وده اللي يعني اثار غضب طبعا اسرائيل. المظاهرات كمان في دول العالم مستمره بتندد بوقف اطلاق النار الفوري، كمان امين العام الامم المتحده دعا لضروره وقف الفوري لاطلاق النار وانهاء الكارثه الانسانيه اللي بتحصل في قطاع غزه. يعني ندعو لاشقائنا، مصر موقفها واضح وصريح، مفيش مزايدة على موقف مصر، حق فلسطين واجب على مصر، ومصر مساندة ويعني أكدت على إعلاء قيمة يعني الوقوف بجانب القضية الفلسطينية. وانهي رقم واحد، خليني أقول أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأزمة قال كلمة يعني لن ينساها التاريخ، إنسانيتنا تمتحن. فالحمد لله مصر موقفها ثابت وواضح أمام العالم كله،
من اول يوم اتجاه القضيه مصر كمان الفلسطينيه. صاحبه المقترح بهدنه ووقف اطلاق النار، فخليني برضو بمناسبه الحديث، تفتكري ايه موقف المفاوضات دلوقتي في ظل كل هذه التصعيدات؟ يعني طبعا هو حتى الان المشهد للاسف اسرائيل في ظل التصعيد هي كمان بتصعد، يعني في ظل ما بيتم تصعيد الوقف هي كمان بتبدا تصعد جامد. خلينا نقول انه العالم بدا يعني يبص على اللي كانت مصر اوريدي كانت بتقول عليه زمان، انه احنا قدام موقف انت حاليا بتخلي قطاع غير قابل للحياه بشكل كامل. 1,400,000 مواطن في رفح الفلسطينية مهددين بالقتل، الآن كل يوم بتحصل غارات، احنا امبارح مثلا 19 شهيد ومصابين، فاحنا في مأساة وكارثة إنسانية لابد أن يتحرك العالم أجمع. بات الآن الإنسانية لازم تتحرك، مفيش حاجة هتحصل أكتر، احنا 76 سنة نجبت. لا، وهذه الخطوة هي يعني حرب إبادة الحقيقة، ومصر بتحمل إسرائيل بهذه التحركات مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة، وبالتأكيد القاهرة هتواصل جهودها إن شاء الله للوصول في الحرب وإيصال المساعدات.